للتميز موعد بجامعة محمد الخامس بالرباط، موعد سنوي لمنح الجوائز للطلبة المتفوقين في مختلف المسالك وللباحثين الذين أبدعوا بأعمالهم وساهموا في تطوير البحث العلمي والأكاديمي. حسن طباعي وسامير بركة. موعد التميز مناسبة لدعم البحث العلمي والأكاديمي في مجالات العلوم الإحيائية والتطبيقية والاجتماعية والإنسانية التي أبدعت فيها المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. ليس هناك أي تخصص فيه طلبة متميزين ولا يجدون شغل، كيفما كان التخصص. إذن هذا دعم لجميع التخصصات سواء أدبية علمية أو قانونية. حفل التميز هذا هو مناسبة لترسيخ استراتيجية انتقاء وتنويه بكفاءات وأيضا تشجيع الإنتاج العلمي والمعرفي في أوساط الأساتذة الباحثين والطلبة. عدد من الباحثين في مجالات مختلفة توجوا، منهم هذا الباحث في مجال الطب. اللي طلبنا من هذا الكتاب اللي بغينا نديرو فيه هو هذا يكون مطرق لجميع المحطات ديال المرض. ما يمكنناش نهضروا على المرض ديال الكونسير غير من الطريقه الجراحيه، خصنا نعرف نهضروا من طريقه التشخيص، من طريقه كيفاش نجنبوه، كيفاش التغذيه ديالو، كيفاش المسألة اللي كيكون الطب العام اللي يتكلف. جامعة محمد الخامس وهي تتخذ هذه المبادرة تراهن عبر مختبراتها وأطرها وطلبتها على الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي ليصل إلى العالم.